السلام عليكم. الطريق اللي كتشوفوا جانب مسيطرو ما بين بحر مسيطرو وحي المحيط، غادي نوريكم الانهيار الذي وقع هنا. هذا الشارع اللي كما كتشوفوا راه طويل، حاولوا الناس يغلقوه باش الحديد ما يمشيش. عمره الشوك، حتى واحد الشوكة دخلت لي في الرويضة جاب الله. ما كاين بعض القوات الساخوتي هاد الغطاوات مسروقين، هانتوما كتشوفو هي جراء المطار اللي سقطات. الشارع مبقاش كيبان، ولا تاع الحافة ديالو كما كتشوفو. هادي راه كارثة، هادي دابا كون كان غادي الحديد حتى هو به هادشي. شوفوا تا الزفت، الزفت رقيق 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 جدا، يعني لو كانت الزفت غليظ مثلا المساحة ديالو سميكة كان على الأقل غيتعود التربة ويبقى الزفت الفوق. هادي دابا غير البداية، ربما عاد مازال شي خدمة غتكون من بعد. قوات الأرض، الطريق دابا راه مقطوعة كتلاحظوا، حي المحيط، أي المحيط الذي يحيط بالغابة وببحر المسيطرو الرائع، محيط الأطلسي. هنا راه ولا خدود الحباب، هنا شوف الباب، شوف الماشي تخرج ملي جات الشتا صحيحة، جابت معها الحملة، الحملة التي تسببت في هذا. هذه هي للبيع، غنشوف الثمن ديال الجهة الأخرى. أفوندر هي من الجهة الأخرى للبيع أخوتي، حي المحيط وجانب البحر المسيطرو. ما كتشوفوا الناس كتجي وكتدور على اليمين، ما يقدروش يزيدوا نيشان. لا وريتكم حالة يرثى لها المطار التي تسقطت ما شاء الله هذه الأيام. حقيقة السكن بين البحر والغابة سكن جميل، ولكن الطريق ستصلح، ستصلح من جديد، وكأنها لم تعبد قط. يعني صل إعادة، إعادة وتكون واحد الطريق اللي هي تهيئة جيدة. السكن الأول في حي المحيط هي أولى العمارات اللي تبنت هنا. من الخلف شوفوا معايا الشارع الأول اللي تهيأ، هذا هو الشارع، هذا ما يسمى بشارع. أما الآخر ما بحال تقول راه مازال غير رمل وصافي، هاي كينتهي وهنا صافي ما كتبقاش الطريق، كتولي الطريق ديال الأسبوع صافي وتتهالك. إذن خاص محيط كله يدور الشوارع، لأن الناس سكنات شوارع قوية ومتينة. الغابة جهة الشمال والبحر في جهة الجنوب. هذه المؤسسة اللي كاينة هنا، مؤسسة منارة المحيط، راه مكتوبة في السيارة. والكارثة خوتي هي القوادس اللي كيتسرقوها، الغطاوات ديالهم كيتسرقوا، العديد من القوادس مشاو. هذا مسكن بجانب الغابة، مسكن جميل،
أعطي وجهه المسطرة. الطريق الأولى بجانب العمارات كلها متميزة، غير الفتوى الطريق اللي فيه كاين العمارات القدام صافي، ما كتبقاش الطريق، كتولي خاصها تهيئ في أقرب وقت باش تبان المحيط والجمالية ديالو. بغينا بحال هاد الخدمة تكون في الحي كامل. بزاف كيسولوني على حي المحيط، هذا هو حي المحيط اخوتي، موقع غزال متميز بين الغابة والبحر، ولكن خص شوية الاهتمام، الإضاءة، الأرضية، الطريق. بعد الدخلة المحيط في تحية تلقى في مباريات خصوصا في رمضان، الدولي كيتنظم هنا كل رمضان، دوري الناظور، حي الناظور، سجيد دوار العسكر، سجيد غزال الفن. أنا دخلته معتبر هذه المنارة لا مارين هنا كاينة، المدخل كما كتشوفوا اخوتي من جهة حي الناظور. صعب استعمال هذه الطريق، الافضل ان اللي غيدخل المنار يدخل من جهة حي النصر، انه كما كناديو بالاصلاح، الاصلاح ديال الطريق، ماشي غنجي انا من حي الناظور ندخل المحيط نوصل السياره ديالي مهلوكه، لا، الباب إمارة الدار من باب الدار، البوابة هي هذه، هي الطريق هذه، هذا هو السجل المدني، طلب الله سبحانه وتعالى باش يطلق سراح، الله يطلق سراحهم كل المعتقلين. هذه الإشكالية ديال الدخول هنا المنار من هذه الجهة، الباب اللي جاي غيخرج خصو يطلع من هنا، يطلع فوق التروطوار وعاد يخرج. طبعا هنا واحد المسافة ديال 20 متر عاد يكمل حي الناظور. سيد محمد السادس، القضية ديال الطريق المدخل راه كلشي هضر عليها خوتي، ماشي غير انا، كلشي تكلم عليها. كنتمنى المصارعة بإحداث هذه الطريق الهامة. هذه المقاطعة ديال حي الناظور،